الشكر والثناء على وقفتكم والشكر موصول لعشيرة الشهيد فتح الغلابة ولعطوفة محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والأجهزة الأمنية ولجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية وشكرا لكم ورحم الله الشهداء. ويستقبل المهنيين استقبال الشهيد في ديوان آل جوزة زهرات الطايف. طوبى لك يا أمي يا أم الشهيد، طوبى لك يا أبي يا أبا الشهيد. المجد للشهداء في مرصدهم، المجد لشهداء فلسطين، المجد لك يا خالد في عليين، ولأحمد ولكل شهداء فلسطين، المجد لأحرار فلسطين، كل فلسطين، المجد لأسرانا البواسل والخزي والعار للخونة وأثناء الاحتلال، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر.